دعاء يغير أيها الأحباب، يغير في حياتك كلها. اللهم أصلح أهلي. لكن البعض منا ناسي السجادة، نقصد بها مكان السجود، ناسي أن يسأل الله في جوف الليل أن يصلحها. يقول لي أحد: عشت مع امرأتي في عذاب وفي خلاف، والله ما سرتني يوما إذ دخلت عليها وما فرحت بدخولي عليه. طبعا تأثر الأبناء، فدعوت الله جل وعلا أن يصلحها. يقول: فيوم من الأيام قلت لها: يا أم فلان أدعوك إلى عمرة. قالت: ناخذ العيال. قال: لا، ما جاب لنا الغث إلا العيال، أنا أريدك أنت. قصده أني أريد أن أخلو بك، خل نخرج وإياك كأننا عرسان. قالت عقبها السنين: يا ابن الحلال خلك عاقل. وهذا خطأ كبير ينتهجه بعض الزوجات وبعض الأزواج: دلعوا أنفسكم يا شيخ وتمشوا وروحوا الفندق 5 نجوم وخلك حبيب، لأن هذا سيعود إليك. السعادة مرآة، إذا ابتسمت ونظرت إلى المرآة أن تنظر إلى ابتسامة. ذهب وإياها إلى مكة واستطاع أن يقتصها وينفصلها عن أبنائها. قال: يوم واحد خلينا نروح. فذهبت، فلما وقف أمام البيت العتيق ووقف في مكان الملتزم بجوار البيت الباب، قال: يا أم فلان، هذا مكان ورد في أحاديث أن الدعاء فيه مجاب، أنا أبغاك قبل ما تدعين قولي آمين. سأدعو أنا. قالت: يلا، بس أنت بتدعي علي. طبعا هي عارفة، هي مسكينة ماخذة منه الحيطة لأنها ما عرفت منه يوما جميلا. فقال: اللهم إني عنها راض فارض عنها، اللهم وقد ساء خلقي معها أعواما طوال، فاجعل توبتي بين يديك وبين يدي بيتك، اللهم إنها صبرت وأنجبت، فاجعل جزاءها عندك جنات النعيم. وبدأ يدعو لها ودموعها يقول: ما دريت إلا اللي يحب كتفي وراسي.